السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. حبايبي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنحييكم جميعا وكل حب وكل احترام والتقدير لكم. شحال مرة كنتلاقى مع شي شخص فانز أصدقاء كيسولني واش كاين الجديد، واش درتي شي جديد، وكنكون يلاه خرجت شي عمل فني شي اغنيه، كنكون يلاه خرجتها. الوغ الحقيقه هو انه هذاك العمل كيفاش ما وصلش للجمهور، كيفاش ما وصلش لكم، هو انه هناك كاينين واحد المجموعه ديال الاعلاميين اللي منافقين وعندهم بزاف ديال الوجوه ومجموعه ديال المنابر الاعلاميه اللي فريمون كيديروا غير السينما على الجمهور، لانه اكيد نتوما اللي صنعتوهم. حنا كنشجعوا الطاقات المحليه، حنا كنشجعوا الاصوات المغربيه، حنا كنشجعوا الشباب ديالنا، بينما هما الا ما كنتيش صاحبهم وما كنتيش مريقي وكتلحس الكابا وكتقصر معاهم في الليالي الملاح، كيبلوكيوك وما كيدعموكش، كيحاربوك، ما عمر يدوزوك شي عمل فني ديالك، وهنا كتكون تصفيه الحسابات. اذا انا ما عمري خرجت تكلمت في هذا الموضوع، ولكن وصلت لواحد اللي خصني نتكلم في هذا الموضوع، لانه عييت من النفاق وديك الضحكه الصفراء، خصوصا لما كيتلاقى معك في شي مناسبه خويا وحبيبي. فحبابي انا كنستغت بكم، كنتمنى انكم تدعموني وتأجروني، لانه مالوغوزمون ما بقاتش الوقت بحال الاول بحال اللي كان، انه مثلا تقدر مثلا غير من خلال التلفازه كتنتشر وكيشوفوك الجمهور حاليا، ولا مجموعه ديال الاشياء، ولا الراديو، ولا الصحافه الالكترونيه، ولا المكتوبه والمسموعه، ولا التلفزه ايضا. اذا واحد الباكيج في هذا العصر هذا. اذا مالوغوزمون لسوء الحظ هاد الناس انتم اللي صنعتوهم، لانه كيمثلوا عليكم بزاف. ولكن اكيد الحمد لله المغاربه قلبهم كبير، وفي الحق كيكونوا وفي الشده كيكونوا. انا كنستغت بكم انهم فريمون تعاونوني وتساندوني، لان هاد الناس من شحال اليوم كيحاربوني، واليوم قررت انه نتكلم ونفضح السينما ديالهم والتحرميات ديالهم. وبيان سور ما كنعممش، يعني كنديرها بين قوسين، انه هناك اصدقاء، هناك اعلاميين اللي عندهم واحد الغيره على الوطن، عندهم اعلاميين اللي عندهم واحد المصداقيه وعندهم واحد الحب للفن المغربي والفنانين المغاربه، لانه اكيد حنا ما تدعمناش وسط بلادنا وسط جمهورنا وسط اعلاميين ديالنا، شكون اللي غادي يدعمنا؟ غادي نمشيو عند البراني، لانه اكيد اللي ما لقاش الخير في بلاده ما يلقاش الخير في بلادات الناس. وانا متاكد بانه لما كيسولني الشخص، لما كيسولني شي حد من لي فانز او من الجمهور، واش كاين شي جديد ديالك، هذا شيء انه راه كيحبك، راه كيبغي الفن ديالك، راه متبع المشوار الفني ديالك وكيشجعك، خاصه لما كيكون شي عمل مزيان. اليوم ان شاء الله عندي واحد العمل غنطلقو، كنتمنى يا ربي يكون بدايه خير وفتحه خير عليا، وعن طريقكم نتوما والله سبحانه وتعالى يكون بدايه موفقه وبدايه حقيقيه، لانه تحررت بزاف. هذا العمل غنطلقو ان شاء الله مع استاذ العشيه اليوم ان شاء الله الخميس. نبغي ايضا نسمع حتى الاراء ديالكم والانتقادات ديالكم، لانه كيهمني الانتقاد ديالكم، خصوصا لما كيكون انتقاد بناء. كنحماق عليكم، داري خديكم عليا. معكم حاتم اداري. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.